الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم وكذا أبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا إغفاءة، ثم استيغض متبسما، فقلنا: مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قال عنها العلماء كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنها عظيمة غزيرة الفوائد مع قلة كلماتها، فهي ثلاث جمل نيرات اشتملت على معان عظيمة. وعظم هذه السورة يتضح في آخرها: إن شانئك هو الأبتر، فإن الله تعالى قد بتر من شنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشانئ هو المبغض وهو الحقود الحسود صاحب الدواغل، الشانئ هو المعيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبعض ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شانئك هو الأبتر. قيل في سبب نزول هذه السورة أن رجالا من قريش، قيل منهم أبو لهب أو أبو جهل أو عقبة ابن أبي معيط، لما توفي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، خرج عليهم أبو لهب فقال: قد بُتر محمد. وعند العرب الأبتر أو الرجل الذي بُتر هو الذي لا عقب له، ليس له ولد يحمل اسمه أو يحمل ما جاء به، فقال: بُتر محمد. وقيل: نزل كعب بن الأشرف اليهودي مكة، فقالت له قريش: أما تنظر إلى هذا الأبتر، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، أما ترى إلى هذا الأبتر المقطوع من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل السدانة والسقاية وإطعام الحجيج؟ فقال لهم ذاك اليهودي الخبيث مع علمه بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم اليهودي: أنتم خير منه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟
هذه السورة العظيمة يقول تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة أعطانيه الله. قال: آنيته كعدد نجوم السماء، وماؤه أبرد من الثلج وأحلى من العسل. وجاء في روايات أن نهر الكوثر يصب منه ميزابان. الميزاب زي عندنا شكل الصبابة اللي بتنزل من السقف بتاع البيت، يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونهر الكوثر قال شيخ الإسلام: هو أفضل أنهار الجنة وخيرها وأعلاها وأحلاها وأزكاها، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حافتا هذا النهر من قباب اللؤلؤ، الحافتين بتاعته من قباب صغيرة من اللؤلؤ. قال: فنظرت إلى أرضه فإذا هي مسك أذفر، يعني الأرضية بتاعت النهر من تحت من المسك الأبيض، والنهر ده ما عنده خدود تحت مجرى، لا بيجري طوالي على وجه أرض الجنة. لذلك قال ابن القيم: وأنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، يجري على وجه الأرض. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: إذا كان أدنى مسلم في الجنة يعطى ما يساوي قدر الدنيا 10 مرات، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعطى بمقدار عمل كل عبد مؤمن إلى يوم القيامة؟ كل ما يعمل مسلم عمل هو في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام: متى ما أنقصت أو استنقصت من عملك شيئا فاعلم أنك قد نقصت مما يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، فصل لربك وانحر. صل لله شكرا على هذه النعمة، وانحر أي الإبل، وقيل النحر عام وهو أولى ما يكون في الإبل. فصل لربك. الصلاة قال شيخ الإسلام هي أعظم عبادة بدنية، والنحر أعظم عبادة مالية يقدم الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام والأمة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك، من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، إن شانئك من يلعن رسول الله، من يسب رسول الله، من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأبتر، المبتور هو الأقطع. لذلك رفع الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحط ذكر كل من عادى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن ناس عادوا، أنت بتعرف لهم حاجة؟ تسمع عنهم شيء؟ وين العاص بن وائل؟ وين أبو لهب؟ ذكروا في التاريخ بين الناس، وين ذكروا؟ ليس له شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام: كل من انتقص شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن فله نصيب من هذه الآية. إن شانئك هو الأبتر. رجل من أفاضل التابعين أو من تابعي التابعين، أبو بكر بن عياش، قيل له إن ناسا يجلسون في المسجد، بيقصدوا بهم أهل البدع، يجلسون في المسجد
يجلس الناس إليهم. ذلك ناس بنفروا الناس من السنة ويبعدوهم ويبغضوا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ذي بيقعدوا في المسجد والناس بيقعدوا بيسمعوا لهم. قال أبو بكر بن عياش كلمة عظيمة، قال من جلس جلس الناس إليه. أي ذل بيقعد ترى الناس بيقعدوا له والناس ما بتسمع. قال ولكن من أبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر البدعة قال مات ومات ذكره وله نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. مقطوع عمله، مقطوع ما يمشي لقدام. قال ومن أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوما من الأيام ورفع الله ذكره وأحيى الله ذكره وله نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ربنا سبحانه وتعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن ترتفع فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بترتفع معه، ترتفع بسنته. قال العلامة ابن عثيمين فائدة تكتب بماء الذهب، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يردون على حوضه يوم القيامة موية أحلى من العسل وأبرد من التلج وأبيض من اللبن، وفوق ذلك عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة بتجي. قال وليزادن أقوام، في ناس برجعوهم. قال العلامة ابن عثيمين من كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا لحوضه يوم القيامة. شوف نفسك انت وين من الشريعة، افتح كتب السيرة اقرأ، شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شنو، تعلم اقتدي تتبع السنة. لكن زول ركل السنة وراء ظهره وابتعد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيء وهو بعيد عنه يوم القيامة. أسأل الله أن يقربنا منه في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من المقتدين به. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر. لاحظ إلى العبارات في هذه الكلمات، قال إنا، أكد الخبر بإن، أداة التوكيد تدل على توكيد الخبر. أعطيناك عبر بالفعل الماضي الذي يدل على التحقيق. إنا أعطيناك الكوثر، وكلمة كوثر في اللغة العربية تعني الخير الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ربنا أداه خير كثير، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ولما أعابه المشركون قالوا أبتر ما عنده ولد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فجعل الله جزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون أو المؤمنين له أولاد وهو أبوهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما يجوز زواج واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعده صلى الله عليه وسلم، فهو أبو المؤمنين والمؤمنون أبناؤه. ورفع الله تعالى ذكره، ما يقول في الخمس المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا وقال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره. ما من اسم من أسماء المسلمين اليوم إلا قليلا، الغالب الأعم في المسلمين. أسأل أي واحد قل لدي اسمك رباعي، اسمه اسم أبو جدو أبو جدو، إلا وتلقى فيها واحد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
ورفعنا لك ذكرك. ربنا رفع ذكره مع انهم قالوا هو ابتر. قال العلامة ابن كثير: فلا يزال دينه باق، يتلى على الاشهاد، يتعبد به الى يوم الدين، ذكره باق، شريعته باقية، سنته باقية، يتعبد بها الالاف من الناس الى يوم القيامة، وهو اكثر الناس جمعا، صاحب اللواء المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، أول من يقوم يوم القيامة، أول من يستفتح باب الجنة، أول من يدخل الجنة، أول شافع، أول مشفع، صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك. لذلك لما قالوا هو أبتر، ربنا قال إن شانئك المبغض هو الأبتر. ولهذا قال شيخ الإسلام محذرا جميع المسلمين، الخطاب لنا، قال: إياك أيها العبد المسلم أن تحتغر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يصدق عليك قوله إن شانئك هو الأبتر. أنت قد ما توفق لاتباع سنة معينة، لكن ما تبغضها، ما تكرهها، ما تعاديها. قال: وفي هذا يدخل من ينكرون الصفات ويعادون أحاديث الصفات التي فيها صفات المولى سبحانه، فيؤولونها ويحرفونها على حسب أهوائهم ومراداتهم، فلهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فالمؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظم لسنته، ويحترم لأقواله. هكذا يكون المسلم. اللهم اجعلنا من المقتدين به في الدنيا، الحائذين على شفاعته يوم القيامة، والقرب منه يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرِّج همومنا وغمومنا، واقض ديوننا. اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة.